هل الروح عندها إدراك واطلاع على ما يكتب في الأوراق؟ إيه المانع إن يبقى عندها إدراك وتدرك ما يكتب في الأوراق؟ إيه المانع يعني؟ هل هناك مانع عقلي؟ إن الروح ربنا يجعلها في برزخها تطلع على ما كتب في الصحائف؟ إيه المانع يعني؟ إيه المانع عقلا يعني؟ أحيانا بيزور مقامات الأولياء وآل البيت وما يعرفش هو عايز يقول إيه يعني هناك. دعاء زيارة العادي اللي النبي علمنا، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، جزاكم الله خير على ما قدمتم وعلمتم للأمة ونصحتم للأمة، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وتقرأ ما تيسر من القرآن وتهب ثوابه إيه لصاحب المقام ولذريته ولآبائه ومشايخه وأحبابه وزوار. تقرأ الفتحة وقل هو الله واحد 11 مرة، وبعضهم قال لك خليها 12 عشان تبقى 4 ختمات، واخد بالك؟ لكن العلماء قال لك 11 عشان تبقى وتر، تبقى فردي يعني. فده لي وجهة نظر ولي وجهة نظر. مش فاضي تقرا 11 مره، اقرا الفاتحه ايه مره وكل ولا واحد 3 مرات، مش فاضي خالص ما يجراش حاجه، قول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم، السلام عليكم تنك ماشي بس كويس كله حلو، الحكايه سهله. وممكن تكلمه لانه هو بروحه سمعك، النبي كلم الموتى، حتى الكفار كلمهم. الوهابي يقول لك اللي بيكلم الميت يبقى مشرك، يعني النبي كان مشرك؟ نعوذ بالله من هذا. النبي مش كلم الموتى احياء المؤمنين والكفار، كلم الموتى المؤمنين والكفار بكاف الخطاب. الكفار في غزوه بدر بعد ما ماتوا بقى يكلمهم، إنا وجدنا ما وعدنا حقا، يا فلان ابن فلان هل وجدت ما وعدك ربك حقا، يا فلان ابن فلان، وينادي عليهم. الصحابة تعجبوا أول مرة يشوفوا واحد بيكلم الموتى، فسألوا رسول الله قال ما أنتم بأسمع لي منهم ولكن لا يجيبون، يعني يجيب لا يجيبون حسرة وتحسرا، ولو أجابوا مش هتسمعهم لأنهم في عالم الدنيا غير الدنيا، في عالم غير العالم، فحتى لو تكلموا هيتكلموا في عالم الملكوت وأنت لا تسمع ما يحدث في عالم الملكوت، فهم؟ لكن النبي خاطب الموت، خاطب الموت كلمهم، لأن الموت لا يطرأ على الروح، والروح موجودة، أنت أصلا مش بتسمع بجسدك، أنت بتسمع بروحك، فهمت إزاي؟ لما روحك تبقى متصلة بالجسد والجسد سليم الحواس تسمع، لكن لو انفصلت الروح عن الجسد حتى لو ودنك موجودة مش هتسمع. فأصل الحواس أصل سرها في الروح، والموت بيطرأ على الجسد لكن الروح موجودة، وبالتالي تسمع وتدرك وتجيب وتتكلم ولها رغبتها ولهم ما يشاءون عند ربه، دليل إن هم الروح لها مشيئة برضو ولها إرادة ولها رغبات ربنا بيحققها لها. يبقى الموت لا يطرأ على الروح أبدا، وبالتالي يجوز تخاطب الميت، يجوز تخاطب الميت. النبي خاطبه، خاطب المؤمنين، السلام عليكم. شوف كم دي كاف الخطاب، وكاف الخطاب لا تكون إلا للحاضر السامع، صح ولا لا؟ يبقى النبي خاطب الميت الكافر وخاطب الميت المؤمن، يبقى خطاب الميت سنة نبوية شريف. فممكن تقول السلام عليك يا سيدي يا حسين، جئتك مشتاقا إليك، ادعو الله لي أن يغفر ذنبي يستر عيبي يلهمني رشدي يقضي ديني، أنا في مشكلة وورطة يا سيد الحسين، إيه ادعو الله إنه هو يقضي ما أنا فيه. إيه المانع يعني؟ إيه المانع الشرك؟ إذا كنت أنت بتقول له ادعو الله وعارف إن سيدنا الحسين ده عبد مخلوق، إيه شميمة الشرك اللي جات لك بقى يا وهابي؟ إلا إنه جاهل بقى إيه بالموت، عقيدته في الموت عقيدة الكفار، إن الموت غفلة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. شوف مين اللي يئس من أصحاب القبور؟ الكفار. فيبقى عقيدته في الموت تشبه عقيدة الكفار، يبقى هو اللي راجع بقى دينه مش يتهم المسلمين إن هم مشركين، يبقى دي غباوة منه، واضح؟ فما فيهاش إشكال يا سيدي، قول اللي أنت تقوله، عايز تفضفض فضفض، عايز تكتب له جواب زي ما بيكتبوا جواب للإمام الشافعي ويحطوه له هناك، ما هو الإمام الشافعي بيعتبره قاضي الشريعة، فساعات تبقى القضية كبيرة بقى، عنده قضية كبيرة عايز يعرضها على القاضي، واخد بقى وبيعتبره قاضي الشريعة. هل الروح عندها إدراك واطلاع على ما يكتب في الأوراق؟ إيه المانع إن يبقى عندها إدراك وتدرك ما يكتب في الأوراق؟ إيه المانع يعني؟ هل هناك مانع عقلي؟
ان الروح ربنا يجعلها في برزخ تطلع على ما كتب في الصحائف؟ ايه المانع يعني؟ ايه المانع عقلا يعني؟ وعلشان كده الناس جربوا الحكاية دي في مصر، اما يبقى عنده مشكلة يعمل جواب يكتبها في جواب يعطى الامام الشافعي يحطها له هناك، لان الامام الشافعي طول الليل قاعد ايه يفتح الاوراق دي وايه ويقضي فيها. ايه المانع حسن اعتقاد المسلم بالولي بهذه الصورة؟ ايه اللي يمنعه يعني ويجعله يخرج عن حظيرة الايمان يعني؟ انا مش عارف ايه اللوسة الوهابية اللي ايه اصابتهم بهذه الصورة. فما فيش مشكلة، انا عمري ما كتبت جواب للامام الشافعي، لكن اللي بيكتب جواب يحطه الامام، انا ما اعترضتش عليه بس وخلاص. انت مش عايز مش مستسغة ما تعملهاش، غيرك مستسغة يا اخي انت مالك؟ ربنا عند ظن العبد. هو ربنا مش مطلع اللي موجود في الجواب؟ والامام الشافعي مش عند مولاه ممكن يطلعه يقول له فلان جاب لك جواب يا شافعي بيقول لك فيه كذا وكذا هتعمل فيه ايه؟ يقول له يا رب اقضي له حاجته، تروح بيتك تلاقي حاجتك اتقضت. ايه المشكله يعني؟ ايه المانع عقلا يعني وشرعا وديانه من هذه الاحتمالات الموجوده؟ لان ده على فكره مبني على الايمان بالغيب. طول ما انت مؤمن بالغيب مؤمن ان الروح بتسمع والروح بتدرك والروح بتسمع، لكن اللي ايمانه بالحس بس وما عندوش ايمان بالغيب يقول لك ده بيكلم اللي مات واللي ته، لانه ايمانه بالغيب يعني في خلل. فهمت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه نادى على الغائب بيقول من ضاعت منه ايه ناقته في الصحراء فليقول، وهو لوحده كده في الصحراء، يا عباد الله امسكوا فان لله عبادا يمسكون ناقتك حتى تدركوا. لان العباد دول الملائكه، في ملائكه حفظه في كل ارحاء الارض. لما تقول يا عباد الله يعني يا ملائكه الله ضاعت مني ناقتي امسكوها لي لحد ما ادركها، يروح ماسكن لك الناقه لحد ما تلاقي نفسك ايه رحت خبطت فيه. يبقى النبي لما قال لك نادي على من لا تراه قال لك انك انت دلك على شرك، لان ربنا بيقول لا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. احنا مدركين ان في ملائكه حاضره معانا، انت شايفهم مش شايف بس نحلف ان في ملائكه حاضره معانا، لان النبي الصادق المصدوق قال لنا كده وربنا قال لنا كده في القران. لو انت بقى عندك خلل في فهم القران وخلل في السمعيات اللي قالها لك النبي تبقى انت ايه ماشي مع طائفه الوهابيه، عندهم هذا الخلل، عندهم خلل في السمعيات. فهمت؟ وعلشان كده لازم ناخد بالنا. اذا قيل لهم روح للنبي خليه يستغفر لك وهو في قبر يقول لك النبي مات، يشبه المنافقين. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم الرسل لووا رؤوسهم رايتهم يصدون، يعني هم يشبهوا الكفار والمنافقين في كثير من الاعتقادات. عايز انت تتمثلهم ولا تتمثل حال الاولياء والصالحين؟ ادي كل الحكايه بسيطه يعني. لماذا يبتلى اهل الطاعه على الرغم انه يا ابني اهل الطاعه واهل المعصيه واهل الكفر واهل كله مبتلى يا ابني، هات لي واحد كده في الدنيا غير مبتلى، لا يوجد. ابليس مبتلى وخير الخلق اجمعين سيدنا رسول الله مبتلى، الكل لازم يبتلى في الدنيا ويختبر. فان كان من الصالحين يبتلى ليقتدى به وليرفع درجته، وان كان من العصاة يبتلى ليكفر عنه سيئاته ويمحو عنه ما فعله من سيئات بسبب صبره على البلاء، وان كان كافر يبتلى علشان ايه ربنا يزيقه من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. فالكل مبتلى يا ابني، مين قال لك ان ما حدش اهل الطاعه بس اللي بيبتلوا؟ مين قال لك اهل الطاعه بس هم اللي بيمرضوا؟ اهل الطاعه بس هم اللي بيفقدوا احبابهم؟ ابدا، الحوادث موجوده في كل الدنيا والموت موجود في كل الدنيا والمصائب موجوده في كل الدنيا ومتوزعه على كل واحد على حسب قسمه الباري سبحانه وتعالى. مين قال لك ان اهل الطاعه بس اللي بيبتلوا؟ حاجه غريبه والله. انت ظاهر ما عرفتش الدنيا، انت جاي من كوكب المريخ؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اكثر الناس بلاء الانبياء. شفت؟ الانبياء احباب الله، الانبياء دول. يبقى دليل انه ابتلاء الله لك ليس معناه انه يكرهك، لان لو كان البلاء علامة ان ربنا بيكرهك ما كانش عمل كده في حبيبه. فدل على ان البلاء من الله ما هو الا رفع لدرجاتك عشان يضاعف ثواب اعمالك، لان البلاء يجعلك في مقام الصبر، والصبر يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى ربنا كرمك بالبلاء ولا ما كرمكش؟ كرمك. لكن الناس متصورة ان الدنيا دي دنيا جعلها الله علشان نستريح فيها. لا يا ابني، الدنيا احنا عندنا مذهبنا في طريقنا ايه؟ الحياة كفاح والصبر جميل. الحياة كفاح والصبر جميل.
والكفاح لا يكون إلا بمجاهدة النفس، والصبر لا يكون إلا على المر من القضاء. فلا بد أنك أنت تصبر على المر من القضاء، وعليك أن تستمر في جهادك إلى الله حتى تلقاه بلا تواني وبلا كسل وبلا تسويف، لأن ده حال نبيك، حال نبيك كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم تمالأ عليه أهل عصر، كل أهل عصر تملأوا عليه ولم يهتز قيد أنمله صلى الله عليه وسلم. لو وضعوا القمر الشمس في يميني والقمر في على أن أترك هذا، لا أتركه أبدا، حتى ما طلبش وزيرا من أهله كما طلب سيدنا موسى. شوف سيدنا موسى ده من حيث الهمة والعزم فيش أقوى منه، برغم من كده قال عايز معايا وزير، ونبيك عزمه أعلى. فهمت بقى إزاي؟ فأهل العزم يتفاوتون في عزائمهم، وأهل الفضل يتفاوتون في فضائلهم. فإن جعلت نبيك ونظرت وجدت أنه إمام أهل الفضل وإمام أهل العزم، واضح؟ يبقى النبي عاش حياة، يبقى أنت ما قريتش سيرة النبي. يقول لك ليه ربنا بيبتلي أهل الطاعة بس؟ ما قريتش سيرة النبي. ما هو ربنا ابتلى النبي وابتلى الكفار بالنبي برضه، وابتلى الكفار من غير النبي برضه. يعني كان بيبتلي الكل يا ابني، ولا بيبتليك أنت لوحدك أنت بس اللي حظك نحس، زي نجيب الريحاني في الأفلام بتاعته ما اللي طلع نفسه كده إيه ملك النحس، واخد بالك؟ لا، ما عندناش احنا نحس ولا تشاؤم، احنا عندنا التفاؤل، ولعله خير، ولعل ما تكرهه هو الخير عينه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فربنا مش عايزك تبقى متشائم، ولا عايزك تبقى مكتئب، ولا عايزك تبقى لا، ده كل حاجه تجي لك تقول خير ان شاء الله، لعله خير ان شاء الله. فهمت؟ ادي كل الحكايه. الكل مبتلى يا ابني. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وما يفتنون، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى البلاء علشان تدخل لله من خلال البلاء من باب الصبر. واضح؟ الآيات واضحة.